السلام عليكم يا شباب، يا رب تكونوا جميعا بخير. موضوع محاضرتنا النهارده ان شاء الله عن الفاير فايتنج اكويبمنت. المحاضره اللي فاتت كنا اتكلمنا عن معدات الامان والسلامه الشخصيه، اللايف سيفنج ابليانسز. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفاير فايتنج اكويبمنت. وقبل ما نتكلم عن الاكويبمنت والاوتفيتنج بتاعه الفاير فايتنج، مهم نعرف الحريق نفسه بيتكون ازاي. علشان الحريق يحصل عندي محتاج 3 عناصر تكون متوفرة في نفس الوقت، وهي المادة اللي هتتحرق، مصدر الاشتعال، والهواء اللي هيساعد على عملية الاحتراق، وبنسمي العناصر دي الفاير تريانجل. وغياب اي عنصر من الثلاثة دول بيضمن ان الحريق ما يحصلش، وده اللي بتقوم عليه اي استراتيجي لمقاومة الحريق. الاستراتيجي بتاعت مقاومة الحريق علشان تبقى ناجحة لازم يبقى فيها 4 عناصر، وهي اللوكيتنج تحديد مكان الحريق، الانفورمنج او الابلاغ عنه، الكونتيننج الاحتواء بتاع الحريق علشان ما ينتشرش، وطبعا عندي الاكستينكشنج او اطفاء الحريق. انظمة اطفاء الحريق ممكن اقسمها الى بورتابل سيستم، انظمة محمولة، نصف محمولة، سيمي بورتابل، او فيكسد سيستم، انظمة ثابتة. البورتابل والسيمي بورتابل سيستمز بيعتبروا خط الدفاع الاول للسفينه. بالنسبه للبورتابل سيستم الكباستي بتاعتها ممكن تكون قليله، حجمها صغير، الا انها مهمه جدا، لان اي حريق بيبدا صغير وفي مكان محدود، وبالتالي لو تم السيطره على الحريق ده بسرعه وبكفاءه عن طريق استخدام البورتابل اكستينكشنج سيستمز، ممكن نسيطر على الحريق بسرعه وباقل خسائر قبل ما الحريق يخرج عن السيطره. السيمي بورتابل سيستمز تتميز ان الكباستي بتاعتها اكبر شوية من البورتابل سيستم، وبالتالي تقدر تقاوم الحريق لوقت اطول، بس طبعا نقلها بيبقى اصعب شوية من البورتابل سيستم. ولكن الاتنين مع بعض، البورتابل والسيمي بورتابل سيستمز، ممكن يسيطروا على اي حريق في بدايته وبسرعة. بالنسبة لاول مرحلة عندي، وهي مرحلة الديتكشن، فهي تعتبر اهم مرحلة، وبالتالي اي نظام اطفاء حريق لازم يكون فيه فاير ديتكشن وفاير الارم سيستم على اتم الاستعداد، شغالين في جميع الوقت، ويكونوا مزودين كمان بنقط استدعاء تشغل يدويا او المانيوالي اوبريتد كول بوينتس، بحيث لو حد شاف حريق يضغط على الكول بوينت دي علشان الانذار يشتغل في جميع النقط المهمه زي البريدج على سبيل المثال. أجهزة الديتكشن دي في منها شباب اللي بيشتغل على الحرارة الناتجة من الحريق، في منها اللي بيشتغل على الدخان اللي ناتج من الحريق، وفي منها اللي بيشتغل على اللهب. معنى بيشتغل عليها يعني بيعمل لها ديتكشن علشان يعطي إشارة إن في هنا حريق. في اللي بيشتغل على الهيت، في اللي بيشتغل على السموك، في اللي بيشتغل على الفليم أو اللهب. بالنسبة لعنابر البضاعة أو الكارجو هولز، بنعمل لها ديتكشن عن طريق السموك. الكارجو هولد بيبقى كبير، فأنا باخد عينة من الهواء اللي موجود داخل كل كارجو هولد عن طريق بايب لاين. بتتجمع العينة دي في جهاز اسمه سموك أكيوميليتور، وبعد كده بتروح على جهاز تاني اللي هو السموك ديتكتور، بيبقى موجود في غرفة اسمها الفاير كنترول روم، بتبقى موجودة في البريدج، بتحلل العينة دي وتشوف في إذا كان فيها سموك ولا لأ. على الأقل كل مكان مقفول زي عنابر البضاعة أو غيرها لازم يكون فيها سيستم سموك أكيوميليتور واحد على الأقل علشان يخدم المكان المقفول ده. لو الحجم كبير، اللي بيحدد عدد السموك أكيوميليتورز والسيستم والبايبنج سيستم بتاع الكلام ده، كل الكلام ده ممكن ألاقيه في الفاير سيفتي سيستم كود، هو اللي فيه القواعد الخاصة باستخدام الحاجات دي. من أهم النقط الخاصة بأجهزة الديتكشن هي الباور سبلاي بتاعها، علشان الأجهزة دي مهمة جدا ولازم تفضل شغالة طول الوقت، فبيبقى للأجهزة دي على الأقل مصدرين للطاقة، بحيث واحد شغال والتاني للطوارئ for emergency. معايا يا شباب؟ لازم الديتكتورز دول احطهم في مكان يكون مناسب علشان يأدوا وظيفتهم على اكمل وجه، ما يبقاش الجهاز مثلا قدامه عوائق تمنع شغله، يبقى على ارتفاع جيد، يبقى في مكان
غير معرض للخبطات او الدامج وهكذا. وزي ما قلنا قبل كده عندي اجهزه ديتكشن وكل حاجه لازم تكون موجوده، برضو بيبقى في عندي مانيوالي اوبريتد كول بوينتس، اجهزه ابلاغ عن الحرائق بتشتغل يدويا بقول عليها كول بوينت. دي بتبقى موجوده في اماكن الاعاشه، اماكن الخدمات زي المطاعم، عند المخارج، عند الاكزيتس، في الكوريدور او الطرقه اللي بتبقى موجوده بين الغرف. اي حد موجود شايف الحريق يضغط عليها يعمل انذار. والاهميه الكول بوينت دي لازم تكون موجوده كل 20 متر علشان نعرف نختار الاكويبمنت المناسبه لاطفاء الحريق. عملت كلاسيفيكيشن علشان نعرف نوع الحريق اللي بنتعامل معاه، وبالتالي نختار الاكويبمنت المناسبه ليها، ما نزودش المشكله اكتر لو استخدمنا اكويبمنت مش مناسبه للحريق. بعمل كلاسيفيكيشن ازاي؟ بعمل كلاسيفيكيشن على اساس نوع الماتيريال اللي بيتحرق. عندي كلاس A، وده الماتيريال اللي بتتحرق بتبقى خشب او ورق، هدوم، موبيليا، وبالتالي ممكن استخدم ميه للاطفاء عادي مفيش مشاكل. عندي كلاس بي، الميديوم اللي بيتحرق عندي هنا بيبقى ليكويدز زي الوقود زي الزيوت، ودي ما ينفعش اتعامل معاها بميه لان الزيوت كثافتها اقل من الميه ومش هتشتغل كويس، علشان كده بستخدم الفوم. عندي كلاس سي بيبقى الماتيريال اللي بتتحرق غازات زي الغازات اللي خارجه من الليكوفايد بتروليوم جازز او الليكوفايد ناتشرال جازز، بيتحول لغاز في الجو في الضغط الطبيعي بيتحول لغاز. لو حصل حريقه فيها غازات بتعامل معاها بشكل كيميائي باستخدام دراي باودر كلاس سي. عندي كلاس دي بيبقى الميديوم اللي بيتحرق عندي مواد صلبه زي الالومنيوم او المغنيسيوم، ودي يا اما استخدم معاها دراي باودر، ممكن استخدم معاها CO2 سيستم كربون ديوكسيد. عندي كلاس اي وده بيبقى اي نوع حريق من اللي اتكلمنا عليهم قبل كده، بس بيبقى فيه كهرباء بضغط عالي، ودي بستخدم لها CO2 سيستم كربون ديوكسيد سيستم. نتكلم عن الانظمه اللي عندي، واول نظام اللي هو الفاير مين، واللي في الصوره قدامنا هنا دي الانترناشونال شور كونكشن، وصلة انترناشونال بتبقى موجودة على جانبي السفينة، بوصل عليها الاكويبمنت بتاعتي زي الخراطيم او خلافه. بتبقى انترناشونال بمعنى ان مقاساتها متعارف عليها، السيستم بتاعها معروف في جميع الدول في جميع المواني، علشان لو حصل اي مشكلة او حريق للسفينة بتاعتك في اي ميناء وعايز تستخدمها مع الاكويبمنت اللي موجودة في الميناء دي، ما يبقاش في اي مشكلة انك توصل الاكويبمنت دي في اي مكان انت فيه. الفاير مين سيستم بيستخدم السولت ووتر، الميه المالحه، تحت ضغط عالي في اطفاء الحريق عن طريق الخراطيم. الميه المالحه دي برضو ممكن اوصلها للرشاشات اللي بتبقى موجوده في الغرف او السبرينكلرز. زي ما اتفقنا ميه البحر ممكن استخدمها في الحريق كلاس A. من مميزات السولت ووتر في عملية الإطفاء إنها بتعمل تبريد في مكان الحريق، وبالتالي بتساعد في منع الريفلاشنج أوف فاير، إن الحريق يتجدد تاني أو يعمل لهب من جديد تاني. ريفلاشنج أوف فاير، مية البحر بما إنها باردة بتساعد إنها تمنع الموضوع ده. كمان السي ووتر ممكن نتحكم في شكل الفلو بتاعها، ممكن أخليه ستريم طالع مية على طول ستريم، أو تبقى قطراتها خفيفة زي السبراي. عن طريق بتحكم ازاي في شكل الفلو؟ عن طريق الهوز اللي انت ماسكه في ايدك والمية خارجة منه. المية دي بتيجي من البحر وبالتالي محتاجة بايبنج سيستم، وبالتالي السيستم بتاعي هيتكون من ايه؟ هيتكون من فتحات لدخول المية اللي هي السي انلت جاية من السي تشيست. طبعا عندي في مضخات او الفاير بامبس عشان تسحب المية دي وتضخها من خلال البايبنج سيستم. طبعا بيبقى في فالفز موجوده على البايبنج سيستم علشان توصلها لفتحات خروج الميه وتحكم في الفلو بتاعها، والخراطيم اللي بتبقى متوزعه على السفينه في اماكن مختلفه. بالنسبه للسي شيست
والبامبس والباور بتاعتها لازم تكون متوزعة في أماكن مختلفة، بحطهمش كلهم في غرفة واحدة علشان لو حصل مشكلة أو حصل حريق في المكان اللي فيه الكلام ده يبقى فيه عندي مكان تاني فيه فاير بامبس وفيه الباور سورسز بتاعتها. بالنسبة لسفن الركاب فعلى الأقل لازم يبقى فيه 3 مضخات لو الحمولة أكتر من 4000 طن، ولو أقل من كده يبقى 2 مضخات على الأقل يكونوا موجودين. نفس الكلام ينطبق على سفن البضائع اللي حمولتها 1000 فيما فوق. طبعا يا شباب الكلام ده بيبقى موجود في الكلاسيفيكيشن سوسايتي رولز، وانت بتصمم بتشوف حضرتك هتقدم على انهي يعني الكلاس اللي هتقدم فيه، ولازم تلتزم بالقواعد بتاعته. وهنا شباب رسم مبسط للبايبنج سيستم بتاع الفاير مين. عندي الفاير مين بامب، المين فاير بامب، البامب الرئيسية، عندي مجموعة من البامبس ممكن تخدم في حالة الفاير، ممكن استخدمها للبلج او للبلست لو حصل مشكلة للمين فاير بامب دي، ممكن تشتغل مكانها او تشتغل معاها. وعندي كمان امرجنسي فاير بامب بتبقى في مكان منفصل في حالة الطوارئ، ممكن اشغل الامرجنسي فاير بامب. بعد كده عندنا البايبنج سيستم بيبقى متوزع، بيوصل المية للديك، بيوصل المية للأكوميديشن، يوصل المية للأماكن المختلفة، وبرضو بيوصل المية لحاجة اسمها الفاير هايدرنت اللي هي صورتها هنا دي، طرمبة الحريق فاير هايدرنت دي اللي بيطلع منها المية، وبتوصل بوصل هنا خراطيم المية دي الفاير هايدرنت اللي هي موجودة هنا، تبقى موجودة على الديك. بالنسبة شباب للبايبنج سيستمز والفاير هايدرنت الاكويبمنت المختلفة لازم تكون مكانها قريب من بعضه، مش الهايدرنت في مكان والخراطيم في مكان ونروح نلاقي المكان مقفول بالقفل والمفتاح مش لاقيينه ساعة الحريق، الحاجات اللي بتحصل غلط طبعا كل الكلام ده، فلازم الحاجات تكون موجودة قريبة من بعض. كمان لازم يبقى عندي إمكانية لشفط وإزالة أي مية بعد الانتهاء من التشغيل أو من الإطفاء. خلصت تشغيل أو إطفاء أسحب المية علشان أي مية متبقية ممكن تتجمد وتعمل فروست وتأثر على الماتيريال اللي البايبس أو الخراطيم مصنوعة منها، خصوصا لو شغالين في منطقة باردة أي مية فاضلة بتتجمد وبتعمل فروستينج وممكن تأثر على الماتيريال. الماتيريال بتاعت البايبنج سيستم بتبقى في الغالب مايلد ستيل، وبالتالي بتبقى معرضة لكوروجن سواء من الداخل او من الخارج. بالنسبة للهوز بتاع الخرطوم، الطرف بتاع الخرطوم، الهوز بتاع خرطوم اطفاء الحريق ده بيبقى مصنوع من مادة عمرها الافتراضي طويل مش قابلة للتآكل، ويكون طبعا متوافق على المادة دي، ويكون الخرطوم قادر على توصيل المية للارتفاع المطلوب. كمان يا شباب اي هوز لازم يكون موجود قبله فالف، بحيث لو البامب شغال لاي سبب ممكن نقفل المية عن الهوز ده، انا مش محتاج الهوز دلوقتي، مش محتاج مية تخرج منه، ومشغل البامب ملاقيش المية خارجة من الفتحات كلها، فبيبقى عندي ستوب فالفز قبل كل هوز عشان لو عايز افصل اي هوز عن التشغيل. كمان بيبقى عندي ريليف فالف بحيث لو ضغط المية عندي زاد عن رقم معين داخل البايب او داخل الهوز او الهايدرنت اللي الميه واصله له، لو البريشر زاد عن رقم معين الريليف فالف يتعامل ويقلل البريشر ويسرب الميه او يوجهها لاتجاه تاني ويديني الارم لو في امكانيه لكده. تاني سيستم معانا وهو السبرينكل سيستم، بكل بساطه شبكه من الرشاشات بتبقى متوزعة على مكان معين، وطبعا اهم الاوتفيتنج بتاعة السيستم ده اللي هو السبرينكلر هيد اللي قدامنا هنا في الصورة، واللي بتبقى وظيفتها تعمل ديتكشن للحريق وكمان تساعد في اطفائه عن طريق خروج المية منها. الهيد دي بيبقى لها ديفليكتور او بليت تحت، سبراي ديفليكتور، عشان المية لما تخرج منها تخبط في الديفليكتور ده وتنشر المية على مساحة أكبر. النظام ده بتبقى كفاءته عالية جدا خصوصا في بداية الحريق.
السيستم نفسه شباب زي ما احنا شايفين هنا عبارة عن سبرينكلر هيدز متوزعة في الأماكن اللي انت عايز تستخدمها فيها. بيوصلها فريش ووتر أولا من تانك بريشر تانك، مساحته أو حجمه الكباستي بتاعته مش أقل من 200 لتر، وبيبقى عليه ضغط ابلاينج بريشر كومبريست اير، هنا عامل بريشر علشان المية توصل للسبرينكلر هيد تحت ضغط وتنزل تخبط في الديفليكتور وتنتشر على مساحة كبيرة. لو الحريق طول معايا والضغط قل داخل التانك وكمية المية قلت، ساعتها ممكن استخدم مية البحر من البامب اللي هنا مثلا سولت ووتر بامب، تسحب المية وتوجهها لسبرينكلر هيد. مع شباب ونكمل اطفاء عادي لو المية الفريش خلصت، ولكن بعد الانتهاء لازم امشي ميه عذبه مكان الميه المالحه علشان اقلل الصدأ داخل البايبس. بعض الانظمه بتشتغل بضغط عالي والسبرينكلر هيد بتبقى مصممه بحيث الميه تخرج منها في صوره قطرات صغيره وخفيفه الوزن. السبرينكلر هيد بتبقى فتحه خروج الميه منها مصممه بحيث ان الميه بتبقى خارجه قطرها صغير خفيفة الوزن، وبالتالي تفضل في الهواء لوقت أطول، وزنها قليل فتفضل في الهواء لوقت أطول ما تنزلش على الأرض على طول. وهي نازلة الحريق عندي حرارته عالية، فذرات المية الخفيفة دي تتبخر وتكون طبقة من بخار المية بسرعة، وبالتالي بتعمل زي تبريد وإطفاء في نفس الوقت. قطرات المية الخفيفة دي وهي نازلة بسبب درجة الحرارة بتاعة الحريق، قطرات المية بتتبخر تعمل لي طبقة من بخار المية في الجو، بتبرد وبتعمل اطفاء في نفس الوقت. كمان يا شباب قطرات المية الخفيفة دي لما بتتبخر بتاخد من الطاقة الحرارية بتاعت الحريق وتتحول لبخار بسرعة، وبالتالي بتقلل الاكسجين اللي موجود حوالين الحريق معايا شباب، وبالتالي بتساعد في بتقليلها للاكسجين بتساعد في اطفاء الحريق. كمان انا لما استخدمت قطرات مية صغيرة قللت من كمية المية المستخدمة في عملية الحريق، ودي طبعا ميزة، مش بطفي بمية اغرق الدنيا، فانا بما استخدم قطرات مية صغيرة بقلل من الكمية التوتال بتاعة المية اللي استخدمتها في عملية الاطفاء. السيستم ده شباب ممكن يشتغل بشكل مانيوال او يشتغل بشكل اوتوماتيك، بس بالنسبة لسفن الركاب اللي فيها أكتر من 36 راكب لازم يبقى السيستم ده أوتوماتيك سواء في الديتكشن أو في الألارم. بالنسبة لعدد السبرينكلر هيد طبعا بيعتمد على المساحة اللي انت ناوي تغطيها. كل هيد بنقول انه يقدر يغطي تقريبا 16 متر مربع، ومعدل المية ما يقلش عن 5 لتر لكل متر مربع. يعني المساحة بتاعتك هتحدد لك كم هيد وقد ايه كمية مية مطلوبة. طبعا السبرينكلر هيد في منها انواع، اولا ممكن اقسمها لنوع بيعمل ديتكشن واطفاء في نفس الوقت، وفي نوع اطفاء بس ما بيعملش ديتكشن وظيفته انه يخرج مية بس. الانواع بقى اللي بتعمل ديتكشن السبرينكلر هيد اللي بتعمل ديتكشن، في منها اللي بيعمل ديتكشن عن طريق حرارة الحريق، وفي منها اللي بيعمل ديتكشن عن طريق السموك اللي ناتج من الحريق. الديتكشن ده شباب ممكن يبقى عن طريق جلاس ازاز يوصل لدرجة حرارة معينة، الجلاس ده بيتكسر ويعمل الارم والمية تبدأ تخرج. ممكن الهيد السبرينكلر هيد يبقى فيها ميتال، جزء ميتال حديد او معدن معدني بيتمدد بالحرارة، الحرارة زادت عن رقم معين الميتال ده يتمدد ويدي الارم وبرضه يخرج المية. او يبقى السبرينكلر هيد فيها مادة كيميائية بتتأثر بالحرارة او بالسموك، مادة كيميائية حالة حرارة عالية تبدأ المادة الكيميائية دي تتأثر بالحرارة او السموك ويبدأ تتغير وتعمل الارم برضو والمية تخرج. لو عندك اكتر من نوع من الهيد لازم يبقى معاك على الاقل ستة هيد احتياطي لكل نوع معاك على السفينة القطع غير كأنها قطع غيار، ستة على الأقل. كمان البامبس اللي بيتشغل النظام ده لازم
تبقى موجودة في مكان غير المكان اللي انت ناوي تشغل فيه السبرينكلر سيستم. المصدر الرئيسي للباور بتاعها ممكن يبقى الكتريك موتور، او زي ما اتفقنا بيبقى فيه امرجنسي بامب، الباور بتاعتها ممكن تبقى من جنريتور او تبقى متوصلة بمحرك ديزل. معانا هنا شباب مثال لسبرينكلر هيد بالمكونات بتاعتها، وعندنا هنا الجلاس بالب اللي اتكلمنا عليه، ده اللي بيعمل ديتكشن، بيتكسر لما الحرارة توصل رقم معين وبعد كده المية تبدأ تخرج من هنا. عندي منها كذا نوع بكذا لون، كل لون بدرجة حرارة معينة. الحرارة وصلت للرقم ده جلاس بالب تنكسر وتدي ألارم والمية تبدأ تخرج. بنختار بناء على المكان اللي بنأمنه ضد الحريق، بنختار الحرارة على حسب المكان اللي احنا يعني الانجن روم مثلا متوقع ان درجة الحرارة فيها تبقى عالية عن اماكن تانية، عن الاكوموديشن مثلا، فبختار هنا نوع وبختار في الاكوموديشن نوع. التالت سيستم معانا وهو السي او 2 سيستم، الكربون ديوكسيد سيستم، وده بيعتمد على التخلص من الاكسجين اللي موجود في مكان الحريق عن طريق غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي الحريق يقف، ان انا بتخلص من الاكسجين اللي موجود حوالين الحريق. السي او 2 بيبقى محفوظ تحت ضغط في حاله سائله، ولما الضغط ده بيقل بيرجع تاني للحاله الغازيه، وبالتالي السيستم ده يعتبر دراي، ودي طبعا ميزه عكس استخدام الميه في عمليه الاطفاء. ولكن ثاني اكسيد الكربون معروف طبعا انه ضار جدا للناس اللي موجوده في مكان الحريق، وبالتالي لازم قبل استخدامه يكون في الارم للناس اللي موجوده، بدي الارم ضوئي والارم صوتي، انذار بيشتغل صوت ولمبه بتنور علشان الناس اللي موجوده تخلي المكان بسرعه، بديهم 60 ثانيه 90 ثانيه، وبعد الاخلاء المكان ده بيتقفل كويس، السي او 2 يبدا يطلع ويعمل اطفاء للحريق. بستخدم النظام ده في الاماكن المهمه او الخطيره اللي ممكن يبقى فيها كهرباء او مواد خطر، زي غرفه المحركات او غرفه الجنريتورز، بعض عنابر البضاعه، مخازن الدهان اللي فيها مواد كيميائيه. حضرتك بتشوف حجم المكان اللي عايز تستخدم السي او 2 سيستم فيه، وعلى هذا الاساس بتحسب حجم السي او 2 المطلوب. البايبنج سيستم بتاع السي او 2 بيبقى برضه من المايلد ستيل، بيبقى قطرها صغير علشان ضغط الغاز وسرعته، بس المايلد ستيل بيبقى مجلفن وهوت ديبد، هنا مقصود بيها هوت ديبد ان الزنك المستخدم في عمليه الجلفنه بيبقى منصهر، بيبقى سايح، وبنحط فيه المايلد ستيل. بيبقى ليه جالفانايزد وهوت ديبت جالفانايزد؟ علشان يستحمل درجة الحرارة، يستحمل الصدى، يستحمل التآكل، لأن الضغط داخل المين بايب بتاع السي او 2 سيستم بيبقى شغال على ما لا يقل عن 160، بعمل له اختبار لحد 200 بار. ده غير يا شباب كمان لما بستخدم السي او 2 سيستم وبيخرج وبيتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية، البريشر بيحصل فيه تغير بشكل كبير، بقول عليه سيرج بريشر. فين سيرج بريشر؟ لازم يستحمل سيرج بريشر، التغير الكبير في سرعه السي او 2 سواء في السرعه او في الضغط بتاع السي او 2 سيستم. وده يا شباب البايبنج سيستم بتاع غاز السي او 2، وزي ما قلنا ملاحظين ان قطر البايبنج سيستم صغير نسبيا. هنا شباب رسم توضيحي للسي او 2 سيستم، هيبقى عندي الغرفه اللي فيها السي او 2، سي او 2 روم، بيبقى فيها السي او 2 بوتلز، وطالع منها البايبنج سيستم وواصل للاماكن اللي هطفيها بالسي او 2 سيستم زي الانجن روم على سبيل المثال. هنلاحظ يا شباب ان البايبنج سيستم متقسم طبقا للضغط بتاع السي او 2، هلاقي في عندي هاي بريشر سي او 2 سكشن لاينز، هلاقي عندي لو بريشر سكشن لاينز، وممكن الاقي ميديوم بريشر سكشن لاين،
كل لاين منهم متقسم طبقا للضغط بتاعه وللوظيفة بتاعته، ضغط الغاز. على سبيل المثال الـ CO2 وهو لسه طالع من البوتل بتاعته بيبقى الضغط عالي، وبالتالي بيمشي في هاي بريشر لاين. بعد كده الغاز ده بيمر على مجموعة من الفالفز ويبدأ الضغط يقل. هنلاقي البايب اللي هيوصل الـ CO2 من البرانش لاين إلى النوزل اللي بيطلع منها الـ CO2 هنا مثلا على سبيل المثال، البايبنج سيستم هنا هيبقى لو بريشر بايبنج لاين. هنا شباب الـ CO2 سيستم مع الفاير مين، هنلاقي الـ CO2 سيستم باللون الأزرق، عندي برضو غرفة فيها الـ CO2 بوتلز، وعندي الفاير مين باللون الأحمر، الاتنين مع بعض في نفس السيستم، بستخدم هنا السولت ووتر فيه زي ما اتفقنا. الـ CO2 والبايبنج سيستم متوصلة كارجو هولدز، هنا الانجن روم، هنا الستيرنج جير. السيستم اللي بعد كده شباب هو الفوم سيستم، الفوم اللي هو عامل زي الرغاوي زي ما احنا شايفين هنا. الفاير فايتنج فوم ده شباب بيتكون من ثلاث عناصر، مادة مركزة الفوم كونسنتريت، وعندي مية، وعندي هواء. الفوم كونسنتريت مع المية بيعملوا محلول الفوم او الفوم سوليوشن، ولما بعرضه للهواء بيتكون الفوم زي ما احنا شايفين اللي بستخدمه في عملية الاطفاء. الفوم اللي بيتكون ده شباب بيستخدم في الحرائق زي ما قلنا قبل كده اللي فيها سوائل، وبيتميز انه بيعمل طبقة عزلة زي ما احنا شايفين، بيعمل طبقة عزلة على سطح الحريق بين السائل المشتعل وبين الهواء والانفايرومنت او الاكسجين اللي موجود حواليه، وبالتالي بيمنع الاكسجين انه يوصل للحريق وبالتالي يتطفى، وفي نفس الوقت بيمنع اي حاجة تخرج من السائل اللي بيتحرق لبره، وبالتالي بيساهم في عملية اطفاء الحريق بسرعة. علشان كده التانكر شيبس اللي حمولتها اكبر من 20,000 طن بيبقى عليها فوم سيستم على الدك علشان يقدر يغطي سطح الخزانات كلها من فوق في حالة حدوث أي حريق. لما بقول مساحة الديك مش بقصد بيها المساحة المفتوحة من الخزانات للهواء، أنا بقصد كمان أي مساحة ممكن تتكشف في حالة حدوث كسر للديك، أي صدع أو تمزق للديك، رابشر إن ذا ديك، الفوم سيستم المفروض يغطي الكلام ده. من ضمن الأمثلة بتاعة الفوم سيستم عندي البريمكس فوم زي ما احنا شايفين هنا، فوم مخلوط في بوتل وجاهز على الاستخدام. عندي حاجة اسمها فوم بروبورشنر، وده جهاز بيسحب المية من ناحية، المية بتبقى جاية من هنا وبيسحب الفوم كونسنتريت، بيخلطهم مع بعض يكون لي الفوم سوليوشن، والمسدس بيعرض الفوم سوليوشن بالهواء، بيبدأ عندي الفينيشد فوم يخرج من هنا. تمام يا شباب؟ كمان عندي الفوم نفسه ممكن اقسمه لانواع مختلفة من حيث الاكسبانشن ريت، فبقول لو اكسبانشن، ميديوم اكسبانشن، هاي اكسبانشن. الاكسبانشن ريت قصدي حجم الفوم كونسنتريت، المصدر بتاع الفوم، حجم الفوم في صورته الاولية لحجم الفوم النهائي، ده الاكسبانشن ريت اللي بقصده. وعلى حسب نوع الفوم سواء كان لو اكسبانشن او هاي اكسبانشن شكل السيستم بيختلف زي ما احنا شايفين هنا. هاي اكسبانشن فوم محتاج هواء بزياده وفي مروحه عشان الفوم بيبقى خفيف جدا والاكسبانشن بتاعه عالي. وهنا شباب رسم توضيحي للفوم فاير فايتنج سيستم، عندي هنا التانكس بتاعه الفوم بسحب منه على الاوتوماتيك اندكتور سيستم، بسحب منه بالبايبنج سيستم، عن طبعا استرينر علشان اصفيه او انقيه من اي شوائب. بعد كده عندي نون ريتيرن فولف عشان الفوم ما يرجعش تاني، بيخش على الاوتوماتيك اندكتور يونت، ودي وظيفتها الرئيسيه انها بتضمن خلط الكميه المظبوطه من الفوم كونسنتريت مع الميه. هو بيسحب ميه هنا، ميه بحر من هنا، بيعديها برده على سترينر، وبالميه بتتخلط مع الفوم في الاوتوماتيك اندكتور يونت علشان يكونوا لي الفوم سوليوشن، محلول الفوم اللي بضخها بعد كده بالفاير بومب
لأماكن استخدامها، وبيبقى فيه برضو فوم هيدرانت. فأنا عندي ووتر هيدرانت وعندي فوم هيدرانت اللي بوصلها بالخراطيم وببدأ أسحب الفوم وأطفي بيه الحريق. ده شباب مثال على كفاءة الفاير فايتنج فوم سيستم. خلال 25 ثانية قدر يطفي حريق على مساحة 500 متر مربع، 500 متر مربع جازولين فاير الفوم قدر يطفيه خلال 25 ثانية فقط. السيستم اللي بعد كده شباب هو الانرت جاز سيستم او الغازات الخاملة اللي مش بتساعد على الاحتراق او الاشتعال. الغاز الخامل بيبقى معظمها اكاسيد كربون او اكاسيد نيتروجين، مش بتساعد على الاحتراق، علشان كده بستخدمها في اطفاء الحريق لانها بتساعد على التخلص من الاكسجين اللي موجود في مكان الحريق. غازات زي دي ممكن اجيبها ببساطة من الاكزوست اللي خارج من البويلر او من المين انجن، او احرق وقود علشان اخد العوادم بتاعته، بس طبعا بنقيها من اي شوائب. السيستم ده برضو مهم جدا للتانكرز، ومش بيستخدم في اطفاء الحريق بس، ده بيستخدم كمان في منع حدوث الحريق من الاساس. ازاي الكلام ده؟ التانكس اللي موجودة على التانكرز بضخ فيها انرت جاز، بضخ انرت جاز داخل الخزانات بتاعة التانكرز علشان اتخلص من الاكسجين اللي موجود في التانك الزيادة، وخلي الاكسجين ليفل تحت 8%. الهيدروكربونز الغازية برضو اللي موجودة بقللها، وبالتالي بقلل من احتمالية حدوث حريق من الاساس. علشان كده السيستم ده بيبقى موجود في التانكرز اللي حمولتها اكبر من 20,000 طن اللي هي الاكزيستنج تانكرز، والتانكرز الجديدة النيو بيلدينج اي حاجة فوق ال 8,000 طن بيبقى عليها انرت جاز سيستم. وده رسم مبسط للانرت جاز سيستم، مكوناته الرئيسية طبعا بيبقى عندي مصدر للاكزوست جاز اللي هو الجنريتور، اكزوست جاز سورس، سواء كان جاي من جنريتور او من عوادم زي ما اتفقنا، من بويلر او من المين انجن. عندنا سكرابر لتنقية العوادم دي وتبريدها، طبعا مش هاخدها في سخنة، ادخلها على خزانات التانكرز، فانا بنقي الاكزوست وبعمل له عملية تبريد، ولو الرطوبة بتاعته قليلة جدا او جاف جدا بعمل له عملية مويسترنج ترطيب. وفي نفس الوقت عندي ديمستر، لو نسبة الرطوبة فيه عالية او نسبة الـ H2O فيه عالية بيبقى عندي ديمستر، اشيل اي رطوبة او مية في الغازات دي اشيلها قبل الاستخدام. عندي طبعا فانز، مراوح وبلورز، جاز بلور علشان انقل الانرت جاسز دي من اماكن انتاجها لاماكن استخدامها. عندي مجموعة من الفالفز للتحكم في اتجاه الانرت جاز، زي النون ريتيرن فالف اللي هيمنع الجاز انه يرجع تاني لمنطقه انتاجه. عندي فالفز للتحكم في الضغط بتاع الانرت جاز زي البريشر ريجوليتنج فالف. عندي كمان حاجه اسمها بريشر فاكيوم بريكر، بريشر فاكيوم بريكر، ودي بتتحكم او بتراقب الضغط داخل التانك اللي هستخدم فيه الانرت جاز. زي ما اتفقنا احنا هنضخ انرت جاز داخل التانك علشان اقلل مستوى الاكسجين، بس في نفس الوقت لازم اخد بالي من الضغط وانا بضخ الانرت جاز، الضغط ما يزيدش عن رقم معين، ما يحصلش اوفر بريشر، وفي نفس الوقت ما يحصلش فاكيوم بريشر جوه التانك عشان عمليه اللودنج والانلودنج. ولخطوره الانرت جاز بيبقى عندي حاجه اسمها ديك سيل، ديك سيل، وعندي برضو ديك ايزوليتنج فولف اللي هو هنا ديك ايزوليتنج فولف علشان يمنع اي تسريب او رجوع للانرت جاز خارج المكان اللي المفروض استخدم فيه الانرت جاز ده. تمام يا شباب، اتكلمنا شويه عن الفيكسد فاير فايتنج سيستمز، نتكلم بسرعه عن البورتبل اكويبمنت واللي اهم انواعها طبعا الدراي باودر او السي او 2 او الميه او الفوم، كل الكلام ده بيبقى فيه منه بورتبل اكويبمنت على صغير. وهنلاقي ان الكل نوع منهم قواعد على حسب النوع، يعني مثلا الانواع السائله الكباستي بتاعتها المفروض ما تقلش عن 9 لتر، ما تزيدش عن 13.5 لتر علشان اقدر اشيلها. بالنسبه مثلا للماشينري سبيسز لازم يبقى فيها فوم
بساعه 45 لتر او ما يكافئها من السي او 2 او الدراي باودر على حسب النوع. بيبقى عند الليميت 25 كيلو جرام دراي باودر او 20 كيلو جرام سي او 2، دول بيعتبروا مكافئين ل 45 لتر من الفوم. وعلى حسب نوع السفينه برضو عندي الجروس تانج بتاعتها، لو اكتر من 1000 طن يبقى عندي 5 بورتابل فاير فايتنج اكويبمنت، لو اقل من 1000 يبقى عندي 3 بورتابل اكويبمنت. طبعا الكلام ده شباب زي ما اتفقنا قبل كده بيبقى موجود في الكلاسيفيكيشن سوسايتي رولز، لازم تحطها في حسبانك وانت بتصمم. اي سيرفيرو بيطلع طبعا بيراجع على الكلام ده. واخيرا عندنا الاوت فيتنج بتاع الشخص اللي هيقوم باطفاء الحريق. طبعا لازم يبقى فيه ملابس ضد الحريق زي بالبوتس بتاعتها، بالجلافز، بالهلمت اللي على راسه، عندي فاس بيستخدمه، عندي مصدر للإضاءة، عندي كمان جهاز للتنفس 1200 لتر الأكسجين بتاعه أو أي جهاز تاني يقدر يشغله لمدة 30 دقيقة. عدينا بسرعة، طبعا في كلام كتير عن كل سيستم بالتفصيل. أي حد شباب عنده سؤال عن أي سيستم بيقدر يبعتولي أو يحطه في سؤال تحت الفيديو. شكرا.